يمكن النادي الاهلي بيلعب اول مباراه مع حوريا الغيني يوم 14 و15 والعوده يوم 21 و22. شايف القرعه ازاي يا كابتن؟ بص، ابتداء من دور الثمانيه الفرق كلها قويه، فانت سواء حوريا كوناكري او بريمير دو اجوست اللي هو فريق بطل انجولا ولا وفاق سطيف، احنا مستعدين. هدف النادي الاهلي البطوله، داعينا عليها، فطبعا اكيد هتقابل فرق قويه ابتداء من دور الثمانيه. كون ان ممكن الى حد ما يعني بعض الاخوه متصورين ان حوريا كوناكري فريق ضعيف، لا، فريق قوي وفريق عنده امكانيات كويسه جدا واحنا بنحترمه بشكل كبير، انما طبعا النادي الاهلي دائما بيعينه على البطوله. يمكن وصلنا سيمي فاينل في بطولات كتير، وصلنا فاينل في بطولات كتير، كسبنا القاب، لكن في النهايه النادي الاهلي دايما بيعد او بيفتكر، او جمهور النادي الاهلي بيفتكر البطولات اللي كسبها النادي الاهلي. مفيش حاجه سهله، انت طبعا عشان تكسب لقب بطل افريقيا لازم انت هتقابل فرق قويه، واحنا مستعدين. طبعا عندنا شويه اصابات، لكن اكيد دي هيحصل لها استشفاء وهيحصل لها رجوع ان شاء الله للفريق، ونتمنى ان شاء الله ان احنا موفقين. كل تركيزنا دلوقتي اهم حاجه في مباراه حرية كوناكري ان شاء الله. الاسم الجديد علينا في مصر يمكن ما سمعناهوش قبل كده، هو النادي الاهلي متابع من فتره الثلاث فرق اللي كان ممكن طبعاً. متابعين الفرق، وعندنا يعني ماتشاتهم في دوري المجموعات بتاعتهم، فطبعا صعدوا تاني برصيد 9 نقاط، وعندهم فرقه كويسه، عندهم الهداف بتاعهم مانديلا، ففرقه بتمتلك عناصر كويسه. طالما تاهلت لاقوى 8 فرق في افريقيا اكيد فريق كويس، احنا بنحترمه اكيد طبعا هنتفرج عليه. يعني احنا كنا الاول بندرس المجموعه بتاعتنا، مركزين في مجموعتنا، الحمد لله صعدنا، فدلوقتي هنبدا نركز على حوريا كوناكري ونبدا ندرسه بشكل مكثف على اساس ان احنا ان شاء الله ابتداء من المباراه الاولى نكون جاهزين ان شاء الله. يوسف، جماهير الاهلاويه بتعقد امال كبيره على بطوله افريقيا. ده اكيد طبعا، النادي الاهلي السنه اللي فاتت يمكن وصل فاينل لكن ما وفقش قدام الوداد، رغم ان لعبنا كنا الاحسن. السنه دي ان شاء الله هدفنا البطوله، ونتمنى ان شاء الله نكون موفقين، بس اهم حاجه ناخد ماتش بماتش او خطوه بخطوه، فاهم حاجه احنا تركيزنا دلوقتي في دور الثمانيه ان شاء الله ان احنا نصعد. يعني ان شاء الله قفلنا ملف التحكيم خلاص. بص، انا مش هتكلم على الموضوع ده لان طبعا احنا كلنا شفنا امبارح اللي حصل، لكن انا عايز اقول ان احنا بنلعب موسم استثنائي والدوري لسه قدامه فتره طويله، فلازم يبقى في تركيز من كل الاطراف بتاعه المنظومه، لان امبارح شفنا باجماع المحللين والبرامج كلهم والاستوديوهات كلها، لكن في النهايه احنا خلاص حطينا الموضوع ورا ظهرنا وبنفكر في اللي جاي ان شاء الله. شكرا. ده كان لقائنا مع المدرب العام لنادي الاهلي ومدير الكره الكابتن محمد يوسف. الان اعود الاستوديو، اتفضل.